نعيب زماننا والعيب فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معكم ايباكس, واليوم جايب لكم مقطع جديد اللي هو عبارة عن البلوج اللي صممته انا. واليوم راح اقول لكم ايش فايدته وش يعني نافع. يعني في البداية تلاقي عندك هنا سكور, هذا شلون تضيفه. تحتاج بلوجن كل رايت, راح احط رابطه في الديسكريبشن عشان يتفعل, يعني يعطيك السكور حقك. السكور حقك شلون تجيبه؟ اذا ذبحت واحد يعطيك سكور, راح ينكتب لك هنا. وثاني شيء الهيلث, اذا نطيت من مكان عالي راح يتدمج اللاعب حقك ويبين لك هنا كم قلوب. لو تحسبون هنا كل قلب بقلبين, يعني عبارة عن اثنين, اول قلب الثاني, هذا ثلاثة قلوب. دقيقة, واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قلوب ونص. نضرب ثمانية في اثنين تقريبا 16 زائد واحد خلاص 17, يعني صح. والأخير بلايرز, يعني أي لو واحد الحين دخلت تقدر تشوف إنه في واحد موجود معك في السيرفر. أتوقع كذا أوضح أرويكم كذا زين. هذي لو واحد دخل يعني معك تقدر تشوف انه في احد في السيرور ولا لا. انا ما في احد معي يعني اقدر. وهذا البلوجين تقدر